مرحبا، اليوم نحن في جزء هام وخاص جدا من تاريخ إمارة الشارقة وتحديدا مدينة خورفكان، وكما عودناكم بيكون معانا مصور فوتوغرافي. فاليوم ضيفنا واحد من المواهب الشابة الحديثة في مجال التصوير الفوتوغرافي. السلام عليكم. طبعا نحن اليوم في خورفكان والتحديد النجد المقصار. طبعا اليوم باخذكم جولة كاميرتي ومعداتي الاحترافية، حياكم الله. جولتنا اليوم مع ضيفنا راشد في مستوطنة نجد المقصار، واللي تعتبر جزء من مدينة خورفكان وتحديدا في منطقة وادي وشي، واللي يعود تاريخها لمئات السنين. حياكم الله. طبعا انا الحين بعلمكم عن المعدات اللي جايبينها معاي للتصوير. اولا الهاتف، احب اصور في الهاتف اكثر من الكاميرا. ليش؟ الهاتف اخفف ويكون معاي دائما، اذا حبيت اصور شيء الهاتف موجود، مش لازم الكاميرا تكون موجوده. وثانيا دقه الصور في الهاتف تطلع ممتازه، تقريبا مناسبه للكاميرا، واقدر اعدل على الصوره دايركت، مش لازم يعني انقل الصوره وشي، يعني أسهل لي أنا. وثانياً عندي اللي هي كاميرا الكانون 800D. الكاميرا هذه فيها تصوير الفيديو وفيها تصوير العادي، من خلالها أقدر أخفق الإضاءة وأرفع الإضاءة ومن غيرها الأشياء الموجودة في الكاميرا نفسها. والعدسة اللي راكبة على الكاميرا 18-55 mm، عدسة الكاميرا الأصلية. وهذه العدسة 75-300 mm، أنا شغلت هذه العدسة عشان أصور الأشياء البعيدة اللي من خلالها، يعني أشياء البعيدة أنا ما أقدر أصورها في العدسة الأصلية مال الكاميرا لأنها ما بتوضح، فشغلت هذه العدسة لأصور الأشياء البعيدة. وهذه جنطة الكاميرا الأصلية اللي جاية معاها. طبعا من داخل في مكانين، مكان لحفظ الكاميرا ومكان لحفظ العدسات والشاحن، وفيها كذا مكان للتخزين، ومناسبة وخفيفة ومناسبة للأشياء اللي عندي أنا وبس. وطبعا الحين نكمل جولتنا للتصوير. تعتبر قرية نجد المقصار ومنطقة وادي وشي من أهم مراكز التجمعات البشرية القديمة في خورفكان، واللي عثر فيها على شواهد وآثار تؤكد وجود البشر وحياتهم فيها منذ آلاف السنين. مستوطنة نجد المقصار
عبارة عن عدد من البيوت القديمة التي بنيت على الجبال ليحتمي بها الأهالي من جريان السيول. وقيل أيضا أن تاريخها يعود لعصر الاحتلال البرتغالي حين عاش بها الناس للتحصن بجبالها المنيعة. طبعا الحين بغير من تصوير الكاميرا لتصوير الموبايل، وان شاء الله تعجبكم الصور. ويلا معي. يوجد على قمة نجد المقصار قلعة تاريخية تمثل حصنا عسكريا وبرجا للمراقبة. كان الأهالي قديما يعتمدون كنظام عسكري للحماية وتأمين المنطقة. يستقطب هذا المكان يومياً المئات من الزائرين من جميع أنحاء الدولة، والسائحين القادمين خارجها واللي يفضلون استكشاف المواقع التاريخية ومعرفة عظمة القدماء وأسلوب حياتهم. في ختام حلقتنا اليوم، طبعا المكان جدا جميل، المكان تراثي، صورت فيه لقطات من فوق ومن تحت، وصورت صور بالكاميرا وصورت صور بالهاتف. وطبعا انصح الشباب المصورين ان يزورون هذا المكان، في زوايا جدا جميله، وحياكم الله.